ايه يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اختبار العاب تقيل شويه على موبايل من اهم الموبايلات اللي هتنزل السنه دي في فئه من 3 ل 4000 جنيه، ونشوف هيستهلك معانا بطاريه قد ايه، وهيجيب برضه معانا فريمات قد ايه، وفي نفس الوقت نتابع السخونيه بتاعت الجهاز. ومبدئيا كده هنجرب 6 العاب وهنتدرج فيهم من الاخف للاتقل. والالعاب دي هي سابوي لعبه خفيفه، وبعدين اسفلت 8، وبعدين بيس 2021، وبعدين فري فاير، وبعدين كول اوف ديوتي، وبعدين ببجي موبايل، واللي هنوصل فريماتها لاقصى حاجه ممكنه ونشوف سوا كده هتجيب معانا لفين. فخلونا بقى ما نرغيش كتير في بدايه الفيديو ونخش على طول في تجربه الالعاب. ولكن في بدايه الفيديو ما تنساش بقى ايه، تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتي من تحت ما تنساش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول، وكمان عشان يوصلك فيديو المراجعه النهائيه للموبايل ده. وكمان كنت نزلت من يومين فيديو الانبوكسنج وانطباعات اوليه للموبايل ده، لو لسه ما شفتوش تقدر تشوفه من الاي اللي هتظهر لك فوق دي. ويلا بينا نطحن الموبايل ده العاب كده، يلا بينا. في البدايه بس حابب اتاكد ان احنا مفعلين ال 90 هرتز على الموبايل، فهندخل على السيتنجز وبعدين الديسبلاي، وبعد ما نخش على الديسبلاي هنخش على 60 هرتز او ريفريش ريت، وبعدين نخليها من فوق 90 هرتز وبس كده. كده الموبايل شغال معانا 90 هرتز. ونبدا باول لعبه معانا وهي لعبه سابوي. يلا نفتح سابوي ونشوف اداها هيكون عامل ازاي. طبعا لعبه سابوي من اخف الالعاب الموجوده على الاندرويد بشكل عام، ولكن بفتحها نجرب كده اداء الموبايل في الالعاب الخفيفه اللي هي العاديه، لان مش كل الناس بتمسك الموبايل بتلعب ببجي وكول اوف ديوتي، في ناس جايب الموبايل كده للسوشيال وكده وبتلعب كام لعبه خفيفه منهم الالعاب اللي زي دي. يلا بينا نبدا الجري. طبعا لعبه سبوي من اقدم الالعاب الموجوده على الاندرويد، هي ولعبه زي لعبه تمبل ران 2، الالعاب دي قديمه جدا جدا على الاندرويد. نجري كده حبه حبه، عايز اشوف بس ايه الفريمات نظامها، واللعبه دي بتلعب على كام فريم، بس مش لاحق. اللعبه دي بتتلعب على يا دي النيل 32 فريم، اللي انا لمحته كده 62 فريم. اللعبه بتلعب على 60 فريم زي ما انتم شايفين اهو، 60 فريم في لعبه سبوي، وثابتين واستهلاك حتى الجي بي يو يا دوب 40% 50%. فاللعبه هنا الصراحه انا جربتها كتير برضو قبل الفيديو، ادائها الصراحه مستقر جدا جدا جدا، مفيش فيها اي مشكله في الالعاب دي. لعبه ادائها سلس جدا على الموبايل ده، مفيش فيها اي مشكله ولا دروب فريمز ولا حاجه، تقدر تلعبها بكل سهوله جدا. فخلونا ما نطولش في اللعبه دي ونخش على اللعبه اللي بعد كده، يلا بينا. واللعبة رقم 2 معانا هي لعبة اسفلت 8. فنفتح اسفلت 8 كده، ودي لعبة نوعا ما اتقل بحبة حلوين كده من لعبة سابوي اللي كنا بنلعبها. هنشوف لو علينا الجرافيكس في اللعبة دي هتوصل معانا لكام فريم. وفي الديسبلاي بقى الفيجوال كواليتي دي عايزين نخليها هاي، نشوف اعلى حاجة كده ايه ونشوف الاداء هيكون عامل ازاي. ماشي ماشي. حاليا البطارية بتاعت الموبايل 77% عشان ايه بس، واحنا لسه بادئين ما بقالناش 10 دقايق بنلعب وهيبدا السباق. وقبل ما يبدا عندنا الفريمات 30 فريم والجي بي يو 20% و25%. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. في نص السباق كده الفريمات كام؟ 31 فريم. ماشي. طبعا اللعبه دي اصلا على اغلب الموبايلات كانت بتديني نفس الاداء. هنا يعني ما انخفضناش بالاداء او حاجه، يعني ما نزلناش مثلا ل 20 فريم او 10 فريم او دروب فريمز كل شويه. لا الدنيا زي الفل. يا خدنا تاني في السباق، مش مشكله. خلونا نقول راينا في اللعبه دي. الموبايل الصراحه لحد دلوقتي في الالعاب الخفيفه ما اداناش اداء مخزي ولا حاجه. السناب دراجون 680 قادر لحد دلوقتي انه يشغل اخف الالعاب او الالعاب اللي نقول متوسطه نوعا ما زي اسفلت 8. اسفلت 8 مش لعبه خفيفه قوي، شغلها بكل سهوله وبكل بساطه وما كانش فيه اي مشكله ولا دروب فريمز ولا اي حاجه، ولكن دي برده كانت لعبه مش تقيله. تنخش على اللعبه اللي بعد كده وهي لعبه بيس 21، ودي برده من الالعاب المتوسطه مش خفيفه ولا تقيله. يلا بينا ونفتح فولدر الجيمز بتاعنا ونخش على بيس 21. يلا بينا تعالوا نخش نفتح ماتش كده سريع، برضو مش هنطول قوي في الالعاب دي لان ملهاش جماهير كتير قوي زي العاب زي كول اوف ديوتي وفري فاير وبابجي موبايل. تعالوا نخش مثلا على كامبين ويلا اكشن ماتش. لا احنا بنلعب، انا طبعا برشلونه بلعب بيها على طول، ودلوقتي هنلعب باريس سان جيرمان او البي اس جي. نطفي النور كده ونلعب كده احسن. اللعبه من قبل ما تفتح 52 فريم او 51 فريم لحد دلوقتي، واستهلاك الجي بي يو والسي بي يو على النص. ونبدا بقى الماتش ونشوف اداء اللعبه دي هيكون عامل ازاي على الموبايل ده. يلا هجمه اهي. الله الله على الجون. ده الموبايل ده كويس، بص اي موبايل بكسب بيه يبقى كويس. جون بقى وبتاع، ونشوف بقى الفريمات. خلينا هم يلعبوا مع نفسهم. 53 فريم جي بي يو 53 وسي بي يو 47، ودلوقتي طلعت ل 60 فريم كمان. فالدنيا حتى الان كويسه جدا جدا على الموبايل ده في نقطه الالعاب اللي هي مش متطلبه يعني جهاز قوي قوي يعني عشان تلعب الالعاب دي. التاني 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 التاني
والجون التاني. شوف احلى حاجه ما تلعبش وتكسب برضه. خلونا نولع النور ونشوف بعض كده ايه. بس وادي الجون التاني اهو، بص الجون. لا جميل 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 جميل. الموبايل ده كويس. تعالوا نوقف اللعبه ونقول راينا ايه في اداء الموبايل ده في اللعبه دي، لعبه بيس 21 لحد دلوقتي. الصراحه اداء اللعبه دي على الموبايل زي ما انتم شايفين برضو تقريبا طول الوقت كنا 60 فريم، دلوقتي هو 55 يعني، فاهم انت؟ مفيش دروب فريمز. بص وصلنا، ولكن بصوا كمان 90 فريم اهي. اللعبه دي بتلعب على 90 فريم، 90 فريم على موبايل متوسط ب 3000 جنيه، 90 فريم زي ما انتم شايفين. واستهلاك الجي بي يو ما وصلش للتسعينات وال 100% والكلام ده. فالاداء هنا لحد دلوقتي الصراحه ما اقدرش اقول عليه اي حاجه وما فيهوش غلط. رابع لعبه معانا ونخش في الجد بقى شويه هي لعبه فري فاير. يلا نفتح فري فاير. انا ما بعرفش العبها اصلا، ولكن هجربها معاكم على اعلى اعدادات عليها ونشوف ايه نظامها. طبعا في ناس كتير بتحب اللعبه دي فانا هلعبها عشانكم. البطاريه لحد دلوقتي 75% بعد حوالي 23 دقيقه لعب على الموبايل. طب في المنيو الفريمات كام؟ في المنيو او القائمه الرئيسيه اللي بره 50 فريم، 50 فريم 46. نخش على الديسبلاي والهاي في اف بي اس. انا مشغل الفريمات على اعلى حاجه، والجرافيك هخليها ستاندرد، هوطيها شويه. يلا بينا تعالوا نلعب حبه كده. انا ما اعرفش الناس بتعملوا ايه. الو الو مان، ايه؟ عايز اقول لكم انا مره افتح اللعبه دي، ايه ده؟ طياره ايه ده؟ بابجي دي ولا ايه يا جدعان؟ داخلين بابجي ولا ده؟ هي نفس الطياره. 99% جي بي يو. فهل استهلاك الجي بي يو العالي ده هيخلينا نسقط فريمات ولا لا؟ ايه ده؟ ده بينزل من على الطياره بايه ده؟ اهو ده اكيد بوت يا جدعان. ايه ده؟ ده بقى مش بوت، ده مش بوت. انا مت. 60 فريم ثابته، ما كانش فيها اي دروب فريمز ولا اي حاجه. خدنا طبعا مركز متقدم 42 من 50، يعني كان فضلنا شويه وناخد المركز الاول بس من تحت. ونخش على جيم كمان. والله ما انا فاهم حاجه في اللعبه دي. نبص بص على الفريمات، 60 اف بي اس برضو، الجي بي يو استهلاكه قل، نزل ل 40%. واداء اللعبه الصراحه لحد دلوقتي عظمه يعني. ليه اللي جايبين الموبايل ده؟ ليه فري فاير مثلا؟ فالدنيا زي الفل يعني حتى الان، حتى الان. شوف الفريمات كده انظامها، الفريمات 60 اف بي اس والدنيا زي الفل. في واحده اهو، وكسبت. كسبت ولا ايه؟ كسبت 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 كسبت. هنكسبه في كل الالعاب كده ولا ايه؟ عاملين 12 كيل ورقم واحد في الجيم. بصوا بقى الصراحه، خلونا نختم كده اللعبه دي. اللعبه ده على الموبايل ده مستقر جدا 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 برده لحد دلوقتي، مفيش فيه اي مشكله للي بيلعبوا فري فاير. زي ما انتم شايفين انا لعبت اهو معاكم، داخلين في 40 دقيقه او 43 دقيقه بنلعب على الموبايل والاداء لسه مستقر وزي الفل. خلونا نخش على اللعبه اللي بعد كده. طبعا في اخر الفيديو هندي تقييم نهائي للموبايل، ولكن ايه واحده واحده. يلا نخش على اللعبه اللي قبل الاخيره وهي كول اوف ديوتي موبايل. يلا بينا نخش على جيم على طول. يلا بينا. الفريمات هنا 60 فريم برضو زي ما انتم شايفين. نخش على السيتنجز برضو نشوف ايه النظام. خلي الجرافيكس، بصوا انا علي الفريمات. طبعا احنا بنلعب بموبايل متوسط فاهم حاجه عندنا ايه؟ الفريمات. خلي الفريمات على الهاي ويلا بينا. لعبة الصراحة سلسة جدا 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 برضه. ما هو كويس وغير الناس بتتكلم عليه ليه وحش؟ هنشوف هنشوف في لعبة بابجي برضه نحكم عليه بشكل ايه نهائي. نشوف الفريمات، الفريمات برضه 60 فريم، 60 فريم، 57، 55. فالأداء برضه في كول اوف ديوتي زي الفل، ولا باين انها هتكون سلسة يعني مش محتاجة حتى فاهمين تجربة جامدة، هي زيها زي فري فاير بالظبط. ممكن اجرب برضه جيم كمان كول اوف ديوتي، جيم سريع كده ونشوف برضو هل الاداء ثابت ولا لا. وادي الجيم بدا. الفريمات عندنا كام؟ 44 فريم، 60 فريم. هل هيثبت هيحصل دروب فريمز؟ هنشوف. الموبايل بدا يدفى مني سنه من فوق برضو. تعالوا نطلع كده في البيت نديهم صاروخ. لا 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 ومحدش بيموت غيري ليه؟ مت تاني.
طيب كفايه كده على كول اوف ديوتي، كفايه خلونا راينا فيها الصراحه. برضو زي الكلام ده زي ما انتوا شفتوا اللعبه ما قطعتش معايا ولا مره، ولا مره حصل دروب فريمز او اللعبه هنجت او اي حاجه، بالرغم من اننا داخلين اهو في ساعه لعب على الموبايل ده البطاريه نزلت كام، حوالي 12% في ساعه لعب متواصل على مختلف الالعاب اللي شفناها. يلا بقى نخش على اهم لعبه في الفيديو ده وهي ببجي موبايل. هنلعب جيمين، جيم تي دي ام وجيم كلاسيك. يلا بينا نفتح بقى اخر لعبه معانا وهي ببجي موبايل. يلا بينا نشوف ببجي موبايل ايه اقصى اعدادات ليها هنا، وهل لو علينا الفريمات ورفعناها كده على الاخر الموبايل هيستحمل ولا لا. يلا بينا، وادي ببجي موبايل فتحت. تعال نخش كده على السيتنجز ونشوف ايه هي اعلى اعدادات موجوده على الموبايل ده. سيتنجز بعدين جرافيكس، اعلى اعدادات سموث وهاي وبالانسد وميديم، ولكن انا مش هيعجبني الكلام ده فانا هحط على طول ملف ونفتح ال 90 فريم هنا ونشوف كده هل التجربه هتكون مجنونه ولا الدنيا زي الفل. تعالوا يلا بينا. طبعا اصل بص هنلعب سموث وهاي اكيد برضه هيكون ايه زي الالعاب اللي فاتت، هيشغل اكيد سموث وهاي ومش هيقطع ولا يعمل دروب فريمز ولا حاجه. وريني كده الفريمات كام؟ 36 فريم. 36 فريم ماشي الدنيا كويسه، ولكن احنا عايزين نشوف اقصى حاجه للموبايل ده، فهحط الملف وارجع لكم. يلا بينا. ايه الفريمات؟ ضيع كده كل ده. الفريمات كام؟ 60 فريم. اللعبه هي طلعت معانا ب 60 فريم، وهل ممكن تزيد جوه الجيم ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. يلا بينا نبدا جيم كده تي دي ام على السريع ونشوف ايه الدنيا. طيب قبل ما نبدا كده الفريمات بصوا 60 فريم، 60 فريم في ببجي موبايل على موبايل ب 3000 جنيه. يلا بينا. واضح ان انا نسيت اللعبه. اوف لا ده الواحد كان بيلعب الالعاب التانية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوف 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 اوف. اي الواد ده مش عاتقني. الفريمات كام؟ الفريمات كام؟ الفريمات كام؟ الفريمات 60 زي ما انتم شايفين. زيرو دروب فريمز حتى الان، مفيش ولا دروب فريم. لعبنا كده جيم تي دي ام الدنيا فيه كانت 60 فريم ثابته. تعالوا نشوف بقى لو جيم كلاسيك الدنيا هتكون عامله ازاي. يلا ستارت جيم ايرانجل كده هنشوف فيه برضو ونتابع الفريمات بتاعت الموبايل ده نظامها والدنيا ماشيه فيها ازاي. تعالوا نخلي الجيم تربو هنا على البرفورمانس ونشوف كده ايه اللي هيحصل، ولكن عايزين نجرب، احنا عايزين نجيب اعلى حاجه في الموبايل. الدنيا اهو زي ما انتم شايفين 60 فريم ثابته، مفيش دروب فريمز مفيش اي حاجه. الفريمات زي ما احنا 60 فريم لحد دلوقتي بعد اكتر من ساعه لعب على الموبايل. خلاص يا عم خلاص قلنا حاضر حاضر حاضر. عارف لو مضطر بعمل لك ريكول. هوبا هوبا. يا اخي يا ريتني ما جيت لك. يا عم اسكت بقى اسكت، اعمل لي طب انت عامل لي ريكول انت كمان. بليز ريكول مي بليز ريكول مي. بارد. فريمات 60 زي ما هي. خلاص ما تعالى تقتلني ما هنعمل ايه تاني. والبوت ده يعني حبكه تيجي دلوقتي؟ ايه ده ايه ده؟ وبعد 10 دقايق قعدنا نستنى الراجل عشان يتكرم علينا، والراجل طلع الصراحه ايه رجوله يعني وقومنا. 56 58 فريم، 60 فريم، 60 فريم برضو زي الفل. تركب يا عم يا بركب اركب يا غبي. يا ساتر مش فاهم ايه اللي هو عامله ده. ماشي بقى بالعربيه واقف على الكوبري واقف كده فضل ساكت يعني. طب اتحرك من قلت يمكن شايف حد احنا مش شايفينه. يا رقم 4 تعالى معانا ولا ايه؟ طب انت بتعمل ايه؟ اركب يا عم يا عم اركب. يا نهار ازرق هنموت هنموت يخرب بيتك. فريمات كام؟ 49 فريم. نزلنا ل 49 49 50 يعني احنا دلوقتي بنلعب في الخمسينات دلوقتي. بدات الاحظ بصوا دروب فريمات بسيط، في دروب فريمات بسيط 54 في 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 ايوه في دروب فريمز بسيط خالص. لا في دروب فريمز في دروب فريمز. طب انا ايه الغباء اللي انا عملته ده؟ اوصل بس ورا الشجره دي وتشوفوا اعمل فيهم ايه. يلا بينا يلا هجيبكوا هجيبكوا هجيبكوا. هو هيروحوا فين؟ ما كده يركبوا العربيه. يا رب بس رقم واحد ما يجيش. هل في حد غيري؟ حول والله. وانا تاريني بقالي ساعه بقول صاحبه فين صاحبه فين. تعالى يا حاج تعالى اقتلني اقتلني يا عم. ها رقم واحد منور. انا يخرب بيتك ايه ده ايه دي؟ ده بيرمي عليها طاسه.
لقيتني بالطاسه، مت بالطاسه وانا بلعب ببجي موبايل. تعالوا بقى ايه نقول راينا في ببجي موبايل كان عامل ازاي، ولكن نختم بقى الفيديو ونقول فيه راينا كده ايه كراي اجمالي كده على اداء الموبايل ده في الالعاب. يلا بينا نختم الفيديو. طيب بصراحه كده وبدون تطبيل وبدون تحيز للموبايل، الموبايل ده اصلا عايز اقول لكم ان هو مش موجه للالعاب، ده مش موبايل العاب. للي رايح يشتري الموبايل ده للالعاب هقول لك لا، لانك مثلا لو انت شخص جيمر بس شاري موبايل للالعاب هقول لك روح اشتري بنفس سعره الريدمي نوت 10 اس، حوالي 3700 جنيه اقل نسخه، هيديك اداء تقريبا في الالعاب اقوى من ده بحبه حلوين، يعني بمره ونص كمان او يمكن مرتين. فانت ليه تشتري ده لو انت شخص رايح للالعاب؟ ولكن ده الشخص ده اللي يشتري مين؟ اللي بيحب السوشيال والتصفح والكلام ده كله مع الالعاب الخفيفه، يعني العاب زي مثلا سبوي، فري فاير، كل الالعاب دي كان موبايل بيشغلها بامتياز. اما ببجي بيشغلها ولكن باداء متوسط، يعني 60 فريم كانت زي الفل معانا، ولكن جت زي ما قلت لكم كده في اوقات كان بيحصل دروب فريمز بسيطه خالص. ولكن ده برضو يرجع اننا بقالنا ساعه ونص بنلعب على الموبايل رافعين البرفورمانس مود، وكان بنلعب على 90 هرتز، فاحنا الصراحه فرمنا الموبايل في الفيديو ده. ولكن اداء الموبايل ده ما خزنيش في الالعاب، بالعكس عكس المتوقع. انا توقعت الموبايل ده هيخزنني في كل الالعاب تقريبا، ولكن الصراحه على كل الالعاب الاداء كان ثابت 60 فريم، ما طلعناش عن ال 60 في اي لعبه غير لعبه سبوي تقريبا اللي طلعنا فيها ل 70 فريم و 80 فريم و 90 والكلام ده. اما لعبه ببجي موبايل فاخرنا هيكون 60 فريم حتى لو بملف، وممكن يحصل معاك حبه دروب فريمز بسيطه ممكن ما تحسش بيها، يعني انا ما حسيتش بيها الا في الاخر بعد حوالي ساعه ونص بلعب. ولكن في العادي اداء الموبايل الصراحه زي الفل في الالعاب، ما فيهوش فيه اي مشكله، ولكن مش للاستخدام الشاق قوي قوي للالعاب. ولكن لو بتلعب مثلا ببجي ساعه في اليوم ولا حاجه فالموبايل ده يكون خيار مثالي بالنسبه لك، خصوصا مع شاشه الاموليد بتاعته الجميله الملونه في الالعاب، فهتبسطك قوي قوي قوي. وبس كده، ده كان اخر كلام اقدر اقوله في الفيديو ده. ما تنساش بقى ايه لو الفيديو عجبك تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتي من تحت لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، اشوفكم في فيديو جديد، ونستنوا فيديو المراجعه الكامله للموبايل ده. سلام.